العقير. يلا حيهم جميعا، هلا وغلا، والله العظيم اشتقت لكم. ادري معليش في طاقه حماسيه اليوم لانه نبي نروح نجرب الاكل. انا احمد الشمري، صانع محتوى ورحاله من السعوديه، مسافر على مدار ال 24 ساعه بشعار كن على ثقه بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. تخيل تجي مدينه باندوق بدون ما تجرب اكلهم. اول شيء انتم عارفين انه باندوق هي عصامه. اول شيء لازم تعرف انه مدينه باندوق هي عاصمه جاوة الغربيه، واكثر شيء مشهوره فيه ثقافه الاكل. واحلى شيء انه مدينه باندوق مسلمين، يعني فعليا الاكل حلال، فما راح تتوهق تبدا تسال واجد تخاف انه مو حلال وكذا. يعني باختصار اي شيء هنا ينوكل. شفت بني ادم يمشي بالشارع روح عض اذنه. طيش طيش هكك. لا مو لهالدرجه حلال الموضوع، لا لا. فهدفنا اليوم هدف نبيل، هدف كذا جميل، واللي هو نعبي الكرشة. أدري هدف أهبل بس وراكم شيء، مشينا نروح نحوس بالبهارات. عشان تجرب الأكل لازم تروح لأهل الأكل، لازم تروح الأماكن الشعبية، نفس هذا المكان اللي أنا جيت فيه هنا. يا حلي هذا رهيب، هذا المكان هنا تبدأ يومك. الأكل اللي بنجربها اليوم أكلة هي حقة الفطور. أول طبق اليوم راح نجربه إن شاء الله اسمه كوبا تاهو. It's good. Yeah. Sorry. From Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yes. Saudi Arabia. Yeah. يا أخي يا زلمة يرحبون ومبسوطين يناظرون. Thank you. مكاسي. معني ما طلبت والله، جابوا لي هدية. طبق هذا يبدون فيه يومهم، يعني فعليا هذه وجبة الفطور. يا أخي تاكل على موسيقى. يا رب يروح. اصبر خليه يروح. اوه بخينا طلع. خلوني أعلمكم مكوناته. رز ملفوف لفينه مثل ورق شجر الموز، ومضغوط ومقطعينه مثل الكيكة. بعدين ياخذون الرز المقطع هذا ويقطعون معاه توفو، يبدون يقطعونه مثل القطع كذا. ويبدون يغرقونه بصوص فول سوداني، وبعدين يحطون معاه شويه كاتشب وشويه مايونيز، ويحطون فوقه سويت صوص، وهنا حاطين معاه كراث مقلي، وحاطين معاه مقرمشات الجمبري اللي هي الشرم. طبعا جيت لهذا المكان لسبب واحد رئيسي، ان التوفو هنا طعمه مره ممتاز. التوفو هذا جاي من منطقه اسمها تشيبنتو، مره مشهوره بجوده التوفو وبسبب جوده المويه هناك، مويته مره نظيفه، عشان كذا التوفو مره لذيذ. وبسم الله نبدا نجرب. دخيل احب الفول السوداني يعني. غمسها شوي. والله العظيم الصوص هنا عندهم مره حلو، وتوقعته بيكون حار، مقدمين لي اياه بارد. ما ادري اذا هو يتقدم بارد ولا حار بامانه، ولكن مقدمينه كذا دافي، خلينا نقول دافي مو بارد مره. الرز حلو، الرز تحس انك تاكل كيكه. خلينا نجرب المقرمشات، تقرمش ولا لا؟ تحس انك تاكل بطاطس. هنا حاطين على الطاوله سويت صوص. هذا شكله. والله هو حار، ريحته كذا تحسه يبقع كذا بنكرياسك فجاه. ما اقدر اكل حار انا. مو لعبتنا ظن. والله سويت صوص، سويت صوص. يا اخي يا حليله، شافوني اصور تاخذني
ناخذني توديني ورا توريني القدر حقه وتوريني يا اخي والله العظيم ناس طيبه مره والله مره طيبه مره طيبين. شوف الصدفه الغريبه، انا ما كنت ادري عن هذا الشيء في المكان هذا. تخيل انه هذا المكان مره مشهور لدرجه حاطين صور الناس اللي هم من السياسه والمشاهير جو وكلوا هنا. هذه ما كنت ادري عنها والله، جيت انا مدلعم ترى. هذا تشيكن اوكي ذس بيبي كان يكدو تشيكن بيف ها يا بليز اي دجاج اللحم بس نو سبايسي اشو انا ما اقدر على السبايسي حقه. قاعد يشوي لنا اياها يضبط لنا اياها تطلع ان شاء الله يا رب حلو. أحلى شيء كيف تميزونهم بالشارع وتشوفون الدخان من بعيد، واضح الدخان والريحة مرة رهيبة. أي يا حبيبي تجلس بالشارع ها؟ خليتهم يسوون لي ميكس دجاج ولحم وبي أجربه، طبعا أهم شيء إنه بدون سبايسي. بسم الله هذا الساتي. كلها شحم فعليا شحم، وفيها فيها لذعة النار، يعني لأنه النار كانت تشرب عليها ففيها لذعة النار. بس الصوص حلو، حاطين سويت صوص وكأني ذوب كذا طعم كاتشب خفيف أو مايونيز. تأخذ الرز، هذا الرز اللي هو المضغوط والملفوف، تسوينه كذا كأنه كيكة، يكون دائما مضغوط اللي هو بورق الموز تشوفون الأخضر هنا، تيجي هنا تغطسه كذا بالصوص. والله حلو. انا اللي جربتها لحم، خلونا نجرب الدجاج. هذه الدجاج والله الدجاج حلو. اللحم اكثر شيء فيه الشحم، وبعدين لحم كذا قطع خفيفه، فانت وانت تاكل كانك تاكل شحم عرفت، ولكن الدجاج والله مره حلوه. أول مرة أكلها. هم موجودين على الشارع، أبي أحط لكم اسمهم. تقريبا ذولي أفضل مكان والله. أيوة هذولهم حصلتهم. ها ثانك يو ثانك يو مكاسي ثانك يو برضو وعليكم السلام يا حبيبي. أيوة حصلتهم. باك سو غورينغ يا سلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا. عفوا ذيس از باك سو غورينغ نايس اوكي. حصلت الباك سو غورينغ هذا عند الشباب اللي هنا. يقول لي حلال على طول حلال. هذا لو مين باك سو غورينغ. باك سو يعني كرات اللحم، وغورينغ يعني مقلي، فتصير مقلي كرات مقلي كرات اللحم. اس كلام والله. يعني كرات اللحم المقلية. السلام عليكم يا رب ما يا رب ما هدوسان. طبعا لو شفتوا كيف يسوونها، ياخذونها اول شيء يسوونها كانك قاعد تسوي الجيمات، وبعدها يبدا يفتحها بالسكين وتصير كانها ورده، ويبدون يكملون قلي لها. هذه انا اقصدها لما تصير كذا كانها ورده يفتحونها. اصلا وضع للحين تقلي، والغريب انها خفيفه، توقعتها بتكون ثقيله والله. طبعا قالت لي انها من دجاج وسمك. والله شكلها تقرمش والله. والله تقرمش والله. حلو والله لا باس فيها، بس من داخل تحسها كذا كانها شوي فاضيه. هذه حلوه انك وانت تمشي كذا تاخذها عرفت، تقرمش فيها شوي وانت تتمشى هنا في السوق. اسمع اسمعوا اسمعوا القشقشه. يا رب نطلع صوت. اوه حار والله تقشقش بفمك. غريب اني قاعد ذوق طعم تونه لحم اللي انا كنت ابغاها لحم،
بس اللي جابت لي اياها هي هذه دجاج السمك، فاذوق طعم دجاج وبنفس الوقت اذوق طعم تونه، عشان كذا ظاهر حبيت، انا احب التونه. في المكان المتواضع هذا بوسط الحاره في افضل محل مختص بالباك مي راح نجربه الحين. هلو. في المحل الجميل المتواضع هذا اللي تديره عائلة مختصين في الباك مي، وعشان تعرفوا شو الباك مي باختصار، هي نوع من المكرونة مشتقة من تقاليد الطبخ الصينية، جابوها الصينيين معاهم اللي هم المهاجرين الصينيين إلى إندونيسيا، وهذه قدامنا حاليا. الطبق اللي أنا طلبته اسمه مي باسو، هي نودل الباك مي اللي أنا شرحت لكم إياها تو، عليها فوق كذا دجاج مقطع ويحطون لك صوص وعلى حسب إذا تبغى تطلب مرات ولا، ولكن يضيفون لك برضو مع لحم، تعطيها كذا خلطة الأسد. والله شوفوا يا أصدقائي، يعني أنتوا تدروني أنا صراحة مالي في الأكل، قايل لكم من زمان، ولكن التجربة أنا أحبها. بسم الله أنزل. والله حلوة يا أخي. تعرفون شوربة هذه اللي ناكلها أول في رمضان، شوربة الدجاج، أنا ما أعرف أشرح كذا يا أخي، طعمها مألوف، تحس إنها شوربة دجاج كذا ماجي. ان شاء الله اني ما جبت العيد، تدرون اني انا غبي بالطبخ ولا اعرف اشرح فيه ابدا نهائيا نهائيا، بس مألوفة يعني كذا شوربة دجاج حلوة، لان انا ما ادري احس اني متعود عليها. يا ناس والله العظيم انها لذيذة. يا رب نخلص، يا رب توقف. طفشت وانا قاعد الفلف الشوك، راسي ما هو. تعب، قاعد اخذ كورس، لانه بعد رمضان ان شاء الله طالعين اليابان، ويقولون اليابان لازم تطلع صوت وانت تاكل، وانا ما اعرف. تخيلوا الطبق هذا كلفني 6 ريال بس، 25000 روبيه. نجرب اللحم. والله حلو، بس الشوربه عالم ثاني. قاعد تمطر ما شاء الله. وين وصلنا؟ وصلنا النايت ماركت. طبعا النايت ماركت هنا له اسمين تطلع لكم على الشاشة عشان تختارون واحد منه، ولكن كله على نفس الشارع. طبعا ما يحتاج، دائما اذا تبغى تجرب الاكل لازم تدور شيء مثل نايت ماركت، الستريت فود كلهم بتحصلهم هنا. يا ما شاء الله يا المطر، قبل شوي كان يوم يرش رش قوي مرة، الحين صار كذا خفيف. هذا وش؟ موز نقلي شكله. والله نخمط لنا واحدة. قاعد ادور شيء اسمه سيرابي، بس الى الان ماني قادر احصله، هو اللي ابغى اجربه. بعد الاكل والنعمه ابغى الواحد يحلي شوي. سيرابي، وين السيرابي؟ هلا، السلام عليكم. تكفون يا الناس، ابي سيرابي. سو حصلته، يعرف الاهلي. سو يو نو اولسو جايز هير، يو نو الهلال النصر. الهلال النصر، يا ناو وي هاف كريستيانو. كريستيانو رونالدو، يا ذس از كريستيانو. اه يو نو اسكريب تبتسكاي. سو وات يو هاف هير؟ In here, yeah. Japanese food and Chinese food, sir. Japanese food. Yeah. So I'm looking for sirabi. Surabi. Oh, surabi. Yeah. Surabi. 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 No. It's Chinese food. Surabi. Ah, no here. No. أحلى شيء بالنايت ماركت هذا مو بس أكل إندونيسي أو خلينا نقول أكل أهل منطقة باندوك، في كل أنواع الأكل المختلفة. طبعاً دامنا ما حصلنا السيرابي، أنا بدلتها بشيء ثاني اسمه روتي بيكر. فكرته بسيطة، أنه هو يأخذون التوست ويشوونه ويحطون عليه أي شيء تبي شوكولات، تبي إلى آخره، عنده أكثر من شيء. طبعاً أدري مكانه غريب، يعني تقولون كذا وضعه مشبوه، بس لا أموره طيبة. هذا لهم الشباب هنا، عاد اسمعوا شوفوا الممر اللي هناك، ودك وأنا آكل يجي واحد يطعني كذا مع إذني، يطلع التوست من رأسي. كوكونات، شوكليت، ستروبري، باينابل. باينابل، right? باينابل. اوكي. بلوبيري. اوفر ذا بلوبيري؟ يس. طبعا كلهم مجتمعين عشان يترجمون لي. زين.
والله عنده والله باخذ لي واحده كذا ناكلها عند الرجال هذا الاسطوري الحين يعطينا واحده بالمره. اوكي اي وانت وان شوكليت اند اي يا ذيس وان از جود يا ليتس جو وذ ات. No, no, no need to. بعدين ياخذها ويشويها هنا. خذناها. ابى اروح اشوف لي مكان فيه نور كويس عشان اقدر اكلها. هلا 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 يا اخي يا زينو خلوني اوريكم انا وين نازل، يمكن واحد منكم ينزل في المكان اللي نزلته لانه مره ممتاز. اول شيء شوفوا المكان، هذا مول كبير، في ماكدونالدز، في كنتاكي هناك. انا نزلت هنا في بوبو بوكس، انتم قد شفتوه نزلت فيه، هو مثل كبسولات تكلفك الليله بحدود 40 ريال، وهذا كل عندك، وجنبك هناك في اسواق وفي اسواق محليه، فمره مره حلو المكان لو تنزل فيه. اسمعوا الكبسولات لما يجي الساعه 10 بالليل تقول يعني ترى دخلنا خلاص وقت النوم، حافظوا على هدوء هنا، مثل قلت اللي بيجلس يطلع برا، عرفته؟ تخيل هذه كلفتني 50,000 روبية، يعني ب 12 ريال. إذا تبغى تعرف العملة وتبي بسرعة تحول، أي رقم أقول لك إياه أو تشوفه مثلا 50,000 100,000 قسمه على 4,000 يطلع لك بالريال السعودي. يعني 50,000 تقسيم 4,000 يطلع لك 12 ريال ونص تقريبا. ياه والله اليوم هجولنا. تخيلوا كذا صايرة. طبعا التوست انت شفتوها كبيرة مرة ومقصصة كذا مضبطها تشوفون؟ صايرة كذا. أنا والله ترى ما أدري إيش قلت لي حط، أنا أحط شوكلت بس الثاني هذه ما عرفتها، قالوا لي جوز هند بس ما أتوقع إنه جوز هند، يمكن فول سوداني، لأن شو ريحته فول سوداني. ختامها مسك، فول سوداني مع شوكولت ومشوي. لذيذة والله. فول سوداني تعرفون طعم الفول سوداني، حاطين مثل الشوكولت فوق وكذا طعم طعم الشوي، عرفتوا التوست كذا مشوي بطريقة حلوة. والله يا أخي حلو، 12 ريال والله كبير البوكس حتى. وبس إلى هنا وصلنا نهاية المقطع. أنتوا تدروني أنا والله مالي في الأكل، بس أنا أحب أجرب. أنا مالي في الأكل، ماني بأكيل، ولكن أحب أجرب. فدائما لما أدخل أي مدينة بالذات إذا كانت مسلمة أدري إنه فيها أكل حلال، أحب أروح أجرب الأكلات المحلية. ولكن دائما تنتبهون، لأنه أنا إلى الآن دخولي بإندونيسيا كله تسممت مرتين، مرة في بالي والمرة الثانية كانت هنا في جزيرة جاوة. فأتمنى أنكم تنتبهون يعني، فأنتوا حظك ممكن تتسمم ممكن لا، على حسب معدتك تتحمل ولا لا. فشكرا لكم، يعطيكم العافية على المتابعة، شكرا على دعمكم الفترة الأخيرة، بيض الله وجهكم وما قصرتوا. وإذا أنت ما أنت مشترك اشترك معانا عشان نلف العالم سوا. الدولة اللي بعد ندرس إن شاء الله بتكون اليابان. سلام عليكم.